قبل الفاصل قلت لكم هنروح لمباراه الاهلي والترجي، بس عايز اسال اسلام ومحمد وجيمي قبل ما اروح للاهلي، تفتكر يا استاذ اسلام انتر ممكن يعمل مفاجاه ويكسب السيتي؟ لا. برافو عليك. حلوه الاجابه دي، انا بحب الاجابه السهله دي. يعني انا لو هنحسبها كام في الميه هي خمس، يعني حظوظهم ممكن 25% بكتير قوي. ده كتير والله. ده كتير فعلا. ده كتير فعلا كده. انت عملت واجب عشان تبقى بس بقى خرجت منهم، وعشان برضه الضرب اللي كنت هضربه بيتضربوا بدالي ده. لا طبعا صعب جدا انتر يطلع بنتيجه ايجابيه مع السيتي وياخد دوري الابطال، بس مش هيبقى ماتش سهل والله. يعني الانتر فرقه متعبه جدا، وبمناسبه جيكو عندهم ده انا شايف واحد من نجوم ماتش الذهاب. يعني طبعاً. جيكو في ماتش الذهاب هو اللي جاب الجول الاول طبعا، بـ 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 يعني كان الكره كورنر، وخلى دومفريس ياخد توموري لوحده على جنب عشان هو يستفرد بكالابريا لوحده ويعرف يدخل الجول. الجول الثاني برضو اللي دخله مختريان كان من جيكو، يعني فوتها لو طاروا. جيكو موجود وفي اصلا لو طاروا وفي لوكاكو بالظبط. يعني جيكو هنا، جيكو فتح المساحه لما خد توموري معاه، فانا بشوفه لعيب تكتيكي حلو جدا. لوكاكو لما نزل برضو الماتش اللي فات بيبقى دبابه، راجل قوي جدا. لوتارو مارتينيز متالق ونجم مان اوف ذا ماتش الماتش اللي فات، عندهم دفاع حلو جدا برضو. انا وانانا طبعا في حراسه المرمى، ده مش هيخلي الدنيا سهله على مانشستر سيتي، وخاصه كمان ان ماتشات الفاينل هي ماتشات اللي اخطف وجري. فيعني على قد ما يقدر هيحاول ان هو سيموني انزاجي يعمل زون ديفنس، ويحاول ان هو يخطف عن طريق جيكو او لوتارو يخطف في هدف، بس الامور صعبه طبعا. مستحيله. انا شفت النهارده، بس شفت الجمله طالعه من جوه. هو انا حاولت اقول الصوره يعني ايه، يمكن انتر يعني انت عارف. انا عايز اقول حاجه، انه مثلا ايه، ما هو اللي بيحب الكوره يبقى لازم يكون بيحب بيب جوارديولا، بيحب الكوره بتاعت بيب جوارديولا غصب عنك يعني، ولازم تعترف ان بيب جوارديولا احسن مدرب في العالم. بس برضه نفسي يعني ساعات بيجي لك الاحساس اللي هو ايه، كفايه ظلم بقى، وانت مش ربنا مديك عبقريه. ما ده اللي احنا قلناه، كفايه ظلم. ريال مدريد بقى له سنين عمال ياخد دوري الابطال. ايوه فرقه بتظلم، لكن ده شخص عمال دايس على البشريه. انت لا يعمل ايه؟ سيتي طبعا سيتي. لكن انا متفق جدا انه الماتش مش هيبقى سهل خالص. الماتش مش هيبقى زي ماتش النهارده. ماتش النهارده كان سهل جدا بالنسبه للسيتي. ولازم اقف 10 ثواني عند سيموني انزاجي. اللي بيعمله سيموني انزاجي وماروتا في انتر ببادجت مش موجوده، بلعيبه تم تلميعهم بشكل عظيم، بالثلاثة خمسة اتنين، بوجود اتنين دي ماركو ودومفريس، اتنين وينج باكس عاملين اكبر من امكانياتهم بكتير جدا، والمردود اللي بيقدمه في وجود كل اللعيبه اللي في الخط الامامي دول في الحاله وعمليه الاستفاقه، وعمل عمليه انعاش لكالانوغلو ومختاريان تاني. لا بتتكلم على ما يقدمه ايا كانت النتيجه سيموني انزاجي الموسم الحالي. انا بالنسبه لي هو بعد جوارديولا هو تاني احسن مدرب في العالم. مين هياخد كاس العالم ودوري الابطال في نفس السنه؟ يمكن في تسعة لعيبة في ستة في النسخة القديمة كلهم من منتخب ألمانيا الغربية، سيب ماير بقى والرفاق يعني، وثلاث لعيبة خدوا بالنسخة، والمفارقة ان هم كلهم ريال مدريد، سواء كارلوس، كاريمبو، فاران. تسعة، في لعيب عاشر هيدخل بقى سجل العظماء ده. واحد ما بين لوتارو مارتينيز وجوليان الفاريز، وتاكد انه ارجنتيني خلاص. لانه يعني دول كسبانين، يا دول كسبانين. وانا بقول لك انه تاكد انه الفاريز ايا إن كان. اللي بالمناسبه تاكد عليا، تاكد عليك. انا عايز اقف عن جوليان الفاريز كتير. جوليان الفاريز بيلعب في اي فرقه في العالم؟ بيلعب في اي فرقه في العالم بعيد عن هالاند، يعني فرقه ما فيهاش هالاند، هيكون هو المهاجم الاساسي، هيكون واحد من احسن خمس مهاجمين في العالم، عشان لا ابالغ يعني، خمس مهاجمين في العالم، مهاجم كبير، او ما بينزلش الا لازم يعمل فرق. ما بينزلش الا لازم يسجل ويعمل اسيست، سواء مع منتخب الارجنتين او حتى مع السيتي. جوليان الفاريز مظلوم. شوف بقول لك هيعمل حاجه تاريخيه ما عملهاش غير تسعه في التاريخ، ثلاثه بالنسخه الجديده. جوليان الفاريز لو سيتي كسب، او لو طارو مارتينيز اللي هو موفق جدا جدا يعني في ظل غياب ميسي. انت بتتكلم ميسي بعظمه ميسي، ما عملش الانجاز ده. ميسي وكريستيانو، بس ميسي بنتكلم على اثنين ارجنتينيين يعني، ما عملتش الانجاز ده. دلوقتي الفاريز اللي لسه شاب صغير، ولو طارو مارتينيز واحد من الاثنين هيخش سجل العظماء اللي صعب جدا يتكرر يعني.